السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعاده. معاكم فاطمه، مقدمه قصص رعب وكل ما يخص الخوارق. النهارده الحلقه بتاعتنا متميزه وان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما نبدا الحلقه، يا ريت نعمل سبسكرايب للقناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم اي جديد انا بعمله. يا ريت اللايك، ويا ريت نعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر كم من الناس، ويا ريت نعمل تعليق محفز عشان ده بيخليني اكمل وابقى احسن واحسن. وقبل ما نبدأ الفيديو، يعني ممتنة جدا للناس اللي بتحب قناتي واللي بتشاهدها، وياريت الناس اللي بتشاهد القناة من غير ما تعمل سبسكرايب، ياريت نعمل سبسكرايب، لان معظم اللي بيشاهدوا القناة مش مشتركين فيها. ففضلا وليس امرا، ياريت نعمل سبسكرايب للقناة عشان اوصل اللي انا نفسي فيه واوصل لحلمي. ويلا نخش على الفيديو عشان ما اطولش عليكم على طول. في السنة دي لندن كانت بتواجه أخطر سفاح في العالم، وهو جاك السفاح. كان في منطقة وايت شيمبل، وكانت المنطقة دي بيحصل فيها كل فترة جريمة قتل بشعة جدا، وتشويه وإخراج أعضاء وحاجات كتير. جاك السفاح كان دايما بيقتل ناس معينة من البشر، وتحديدا النساء اللي بيشتغلوا في الدعارة، يعني مش اي حد. كان دايما متخصص في قتل النساء اللي بيشتغلوا في الدعارة، وهو قتل 5 نساء. وفي ال5 نساء دول بنفس الطريقة، قتل 5 النساء دول بنفس الطريقة، يعني بنفس طريقة القتل وبنفس طريقة التشويه وبنفس اخراج بقى كلية كبد، مهم ان هو يخرج عيده من الاعضاء اللي في المكان. دايما كل ما يقتل ضحية كان يكتب رسالة ويبعتها للشرطة، يكتب رسالة معينة ويبعتها للشرطة مع عضو من اعضاء جسم النساء دول. وطبعا ال5 نساء دول مش هو الاساس، يعني ممكن يكون في اكتر من ده، لكن كانوا دايما بيبقوا في رسالة بتتكتب مثلا يوم القتل وتتبعت تاني يوم للشرطة مع فص كلية اي حاجة يعني من الجسم. وفي الفترة ديت كان في ناس كتير قوي بيبعتوا نفس الرسائل باسم جاك السفاح ويقولوا ان هم جاك السفاح، لكن طبعا ما كانش الشرطة ما كانتش بتصدق. الا الرسالة الوحيدة اللي صدقوا فيها لما بعت نص كلية وقال ان هو اكل النص التاني. جاك السفاح كان قاتل متسلسل، وكان شاطر جدا في اللي هو بيعمله، وكان ذكي، وكان دايما في الوقت بتاعه دوت كان دايما بيختار مواعيد واوقات معينه ان هو بيختار ضحاياه، وكان دايما بيختار الناس او البنات اللي تشتغل في الدعاره، وكانوا دايما سنهم كبير، يعني من 40 ل 45 او 50 وهكذا. ما كانش يعني بيختار الصغيرين، كان دايما بيختار اللي سنهم كبير. وكان دايما بيبقى في وايت شابل او في المناطق المجاوره من في مدينه لندن، وكمان كان دايما بيروح الاحياء الفقيره، وكان دايما موجود بالليل، يعني دايما بيطلع بالليل وبيختار البنات المعينه اللي هو عاوزها علشان ينفذ جريمته، وبينفذها بكل دقه وبكل حزم. حتى في ناس كتير او من الشرطة المحققين يعني كانوا مفكرين ان يا اما جزارين اللي بيقتلوا يا اما دكاترة، لان هو كان في كل مرة كان عارف هو بيعمل ايه كويس، وكان بيشرح الجثة او يعني بيموت الجثة بطريقة معينة وحكيمة جدا، وعشان كده كان دايما بيبقى عارف هو عايز يعمل ايه وفاهم هو بيعمل ايه كويس. عشان كده الشرطة كانت دايما شاكة في الدكاترة. في الفترة من ابريل 1888 وفبراير 1891 حصل 11 جريمة قتل تقريبا. 11 جريمة حصلوا في وايت شابل في لندن، واحدة طبعا يهمنا ما يهمناش غير 5 جرائم فقط، واللي هما بتوع جاك السفاح، او هو كان مشهور بيهم بسبب طريقة القتل.
طريقة القتل كانت في البداية بتبقى من ذبح الجثة وبعدين فتح البطن وبعدين تشويه الأعضاء التناسلية وتفرير الأعضاء وذبح منطقة معينة في الرقبة وتشويه الوجه وحاجات كتير. وهو ده اللي خلى الخمس أشخاص دول يبقوا أكتر ناس مشهورة في الوقت ده في جرائم القتل، لأن جاك كان يعني كان متمكن جدا في اللي هو بيعمله، وكان عارف هو بيعمل ايه، وكانوا كلهم بيموتوا بنفس الطريقة، يعني كان كله بيموت بنفس الطريقة مفيش غلطة. علشان كده كان دايما مشكوك ان اللي كان بيعمل كده يا دكتور يا جزار. واول ضحية لجاك السفاح ماري نيان نيكولز، وهي كانت اول ضحية ليه، كانت تقريبا سنها برضو في الاربع. اما الضحية التانية وهي اني تشامبو او تشامبا حاجة زي كده، انا مش عارفة بقول الاسم صح او لا، وكان دايما بيقتلهم برضو في نفس السن، يعني بين 40 و 45 او 42 وهكذا، لانهم كلهم كبار وكلهم كانوا بيشتغلوا في بيوت. اما الضحية التالتة والرابعة هما تقريبا لقوهم في يوم واحد، هي كاترين واليزابيث. وطبعا في الفترة دي تقريبا كانت كل لندن بتدور على جاك السفاح، لان هو فعلا كان بيقتل البنات ديت او النساء دول بطريقة وحشية جدا، وكان بجد منظر شكلهم او تشويق وشهم او ذبحهم او فتح بطونهم او طريقة قتلهم كانت بشعة جدا. وكانت عشان كده فكر ان هو يقتل اخر ضحية ليه في بيتها، كان اسمها ميري كيلي، وكانت مدبوحة في بيتها داخل بيتها على سريرها، ولقوها برضو بنفس طريقة القتل الوحشية. ومع مرور الوقت كان في أفلام وفيديو وقصص كتير اتقالت وكتب وروايات وحاجات كتير. وأكتر نظرية كانت مشهورة قوي في الوقت دوت كانت نظرية ان جاك السفاح هو جراح الملكة. لا، والناس ساعتها في الوقت ده خدوا الموضوع في دنيا تانية خالص، وكانوا بيقولوا ان جاك السفاح كان بياخد اكسير او بياخد الدم بتاع العاهرات دول علشان يعملوا اكسير الحياة او الخلود للملكة. طبعا ده كله لكن هيفضل جاك السفاح سر محدش يعرفه او هو مين جاك السفاح، هل هو اتقبض عليه او لا الله اعلم، ان في مقولات كتير وقالوا ان هو بحار الماني، هل هذا صحيح او لا برضو الواحد ما يعرفش، لان فعلا معظم او اللي اتقال عن جاك السفاح كلام كتير قوي فمحدش عارف بالظبط الحقيقة فين، هل هو فعلا البحار الالماني او هو جراح الملكة. فطبعا الله أعلم، كله في علم الغيب. وبس كده يكون حلقتنا انتهت، ورب تكون الحلقة عجبتكم ويكون الفيديو ده عجبكم. ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل زر الجرس عشان أصلكم أي جديد، ويريت اللايك ويريت التعليق المحفز عشان ده بيخليني أوصل وأكمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.